راح نروح لفقرتنا الثانية سمر، راح نحكي فيها عن موضوع شائع عند الصغار والكبار أثناء الكلام، هو التلعثم أو التأتأة. بحسب الإحصائيات والدراسات 1% من سكان العالم بيعاني من اضطراب التأتأة والتلعثم، ولكن هي مشكلة غالبا ما بتبدأ من عمر صغير، وتكون الطفل بعمر صغير. أحيانا الأهل فكروا عادي فبيتجاهلوها، بتسبب له مشاكل بين رفقاته، اكيد اذا تطورت وما انتبهوا للاهل ممكن تسبب له عائق بحياته المستقبليه. هالتفاصيل كلها رح نحكي عنها ونتعرف على اسبابها وكيف بتبدا وما هي طرق العلاج. بدنا نرحب بالاخصائيه، اخصائيه النطق ديما نقولها. سعد صباحك. صباح واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. بالبدايه مثل ما حكينا عن التأتأة، خلينا نتعرف عليه بشكل اكثر وقديش نسبته هلا عنا بالمجتمع. مثل ما حكينا تحت الهواء انه عم تكون النسبه دائما ثابته، وخلينا نحكي عن الاسباب. هلا اول شيء التأتأة نحن بنقدر نعرفها انه هي اضطراب بالطلاقه الكلاميه. في لها بنقدر نلاحظها من خلال صور معينه بالكلام، مثل تكرار بالكلام او حبسه او اطاله. كيف يعني؟ يعني مثلا احيانا بنلاحظ انه الشخص لما بده يحكي بيعمل تكرار لمقطع معين او تكرار لكلمه. طبعا. يعني مثلا مثل شخص بده يقول مثلا بابا مثلا، فممكن يقول با 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 بابا، او ممكن يقول بابا 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 قبل ما يكمل الجمله. طبعا. فهو بيكون متمثل بالتكرار احيانا. احيانا بيكون مثلا متمثل بانه الشخص بيعمل حبسه قبل ما يحكي، يعني مثلا قبل ما يبلش الجمله بده يقول مثلا مرحبا، بيقول مرحبا لحتى يقدر يطلع الكلمه. واحيانا بيكون بالاطاله، مثل مثلا فلافل مثلا. فنحن لما بنلاقي في اضطراب بالطلاقه الكلاميه متمثل بهدول الصور، هيك نحن بنقدر نقول انه هي التأتأة. تمام. نعم، مثل ما حكينا انه عرفنا التأتأة، بس هلا بدنا نعرف اسبابها، وحكينا انه هي نسبتها بالمجتمع هي ثابته، هي 10% 1% او 1%. خلينا نحكي طيب عن اسبابها. طيب هلا نحن اول شيء كيف يعني نسبتها ثابته؟ يعني تقريبا ضمن الاحصائيات. طبعا. اللي صارت هي موجوده بكل المجتمعات، يعني مثلا ما لها حكر على مثلا بلد معين او مكان معين، فهي نسبتها تقريبا بالعالم حوالي 1%. ثاني شيء انه هي من اسبابها، هلا صار في كثير نظريات انه ليش هذا الشخص معه تأتأة، شو السبب؟ يعني هو بشكل عام ما في سبب واضح، في عده اسباب ممكن نحن نقول انه هي مسببه الشخص عنده تأتأة. مثلا اسباب ممكن تكون عصبيه، يعني مثل مثلا ممكن يكون راجعه، في نظريات بتقول لاضطرابات بالدماغ، ممكن تكون راجعه لاضطراب آلية السمع. ممكن تكون اسباب بيئيه، يعني مثلا البيئه المحيطه بالشخص ما لها داعمه بموضوع حريه او طلاقه الكلام. ممكن تكون اسباب نفسيه، يعني كمان احيانا كثير التأتأة العامل النفسي كثير بياثر فيها. يعني الشخص اللي عنده تأتأة لما بيكون مرتاح بتلاقي طلاقته الكلاميه احسن من لما بيكون خايف او متوتر او عم يقابل اشخاص جداد او متحمس، فهي كمان متاثره بكل هدول العوامل مع بعضهم. هلا خلينا نحكي عن ارتباط التأتأة بأمراض أخرى، هل ترتبط التأتأة بأمراض أخرى أو هي منفصلة عن كل شيء؟ هلا ما شرط، يعني أحيانا بيكون الشخص مثلا نحن أول ما يجي لعنا طفل أو شخص، خاصة إذا طفل، قبل ما نبلش بموضوع التأتأة يعني تأهيل التأتأة، نحن أول شيء بنتأكد إنه ما عندنا مشكلة عصبية، ما عندنا مشكلة بالسمع. بس مو معناتها انه هو هذا الشيء مرتبط، كثير اشخاص عندهم تأتأة ما عندهم اي مشاكل ثانيه، وحتى احيانا بيكونوا من الاشخاص الاذكياء جدا ومن المشاهير، يعني في كثير مشاهير عندهم تأتأة، واحيانا هن بتأهيل لدرجه انه ما فيكي تعرفي انه عندهم تأتأة. اكيد. خلينا نعرف انه مثلا في عندنا اشخاص كبروا ما في، يعني وهن صغار ما فيهم شيء، بس كبروا صاروا يتأتأوا. خلينا نعرف عن الاسباب، يعني التأتأة عند الكبر شو السبب؟ هلا غالبا انه الشخص اللي عنده تأتأة هو كبير بتكون هي التأتأة الى بدايات من الصغر، يعني ما في شخص انه فجأة انه بصير عنده تأتأة. قريت دراسة بتقول اما من الادوية
احتمال يكون، او اما مثلا صدمه نفسيه كثير كبيره كمان احتمال تكون، انه الواحد يصير يتأتأ يعني بده فتره هو مثلا ليرجع. هلا وقريت كثير اسباب ثانيه ممكن كمان توضحي لنا اكثر. تمام. هلا احيانا بتكون هي تأتأة مؤقتة، يعني مثلا بيكون في صدمة معينة صارت عند الشخص سببت له هي التأتأة، تمام؟ فنحن سواء على كبر أو سواء على صغار نحن لازم نلجأ للتأهيل، يعني ما فينا نحن إنه إذا مثلا أنا ما كان فيني شيء وهلأ على كبر صار معي تأتأة إنه أنا لازم أحمل حالي أو أنا ما فيني أعمل شيء. أكيد يعني للأهل دور أساسي كان بالانتباه لطفلهم من وقت ما كان صغير بكل تصرفاته، كيف اذا كان النطق وسلامه النطق. في اهل بيقولوا ايه عادي، وفي يقولوا ممكن عم يتدلع حتى عم يعمل هيك، ممكن يكون غنج زياده، واحيانا بيهملوا الموضوع وما بيراجعوا اخصائي بهذا الموضوع. قد ايه مهم انه لفت انتباه انه دغري الام تلاحظ انه ابنها عنده شويه تأتأة، قد ايش مهم انه تراجع؟ معنا شيء عيب او شيء يعني هي انتقاص، بالعكس هي عم بتخفف عليه لبعدين. تمام. هلا كل ما نحن اي مشكله بالنطق سواء تأتأة او غيرها دائما نحن بنقول انه كل ما بدينا على يعني بكير وانتبهنا بيكون احسن. وفي دراسه بتقول انه في تأتأة بتكون مؤقته بتروح تبعا لعوامل. اذا نحن مثلا الطفل مثلا له فتره بسيطه عم بتأتأة ونحن من اول شيء تابعنا هذا الموضوع وشفنا انه ممكن في اسباب نحن نلعب عليها، كل ما تابعنا العمر اكثر فنحن ممكن نتخلص من هذا الشيء. هلا شيء بدي اقوله انه في اسباب وراثيه، هاي الشيء ما حكينا عنه، انه نحن العمل الوراثي كل ما كان في حدا مثلا بالعائله مثلا عنده تأتأة فهذا بخلينا ندير بالنا اكثر، لانه العمل الوراثي كثير بيلعب دور. يعني مثلا نحن لما بدنا شخص بيجي لعنا او طفل لازم نعمل دراسه حاله كامله للعائله، للتاريخ الطبي، للوضع الاجتماعي، الحاله النفسيه، بنعمل يعني دراسه كامله لنشوف كل العوامل المحيطه بالشخص وشو اللي مسبب هي التأتأة مشان نبلش بالتأهيل. وكل ما بلشنا اصغر وكل ما الاهل بلشوا ابكر بيكون احسن. وهلا يعني الشيء الحلو انه عم نلاحظ هالفتره انه الاهل عم يهتموا اكثر بهذا الموضوع، يعني وخاصه الامهات يعني بيجوا متوترين انه ابني بده يضل هيك. هو انا بتضايق من هاي النقطه انه نحن لازم نتقبل الطفل كيف ما كان، يعني سواء بقي هيك او اشتغلنا عليه، يعني لازم نشتغل عليه ونحن متقبلين هو كيف وضعه. اكيد. بس بنفس الوقت حلو وعي الاهالي بهالوقت. طبعا. يعني اول ما بتنتبه عليه عم تيجي عند اخصائي. مو جميع بس نسبه منيحه. يعني اكيد. خلينا نحكي عن موضوع ثاني، مثل ما هلا حكينا عن الاسباب وكثير من الشغلات الثانيه، خلينا نحكي عن طرق العلاج. مثل معرفة كمان قال في الأجهزة الإلكترونية فايتة هلأ كمان بالعلاج، خلينا نحكي عن العلاج وهل العلاج عند الصغار بيفرق عند الكبار ولا لا؟ تمام. هلا طبعا بيفرق من طريقه التعاطي مع المشكله. طبعاً. يعني نحن لما عندنا شخص بالغ وكبير فينا نكون اكثر تحديد معه انه انت عندك تأتأة، نحن بدنا نشتغل بهي الخطوات، بدك تتمرن هدول التمارين. اما نحن لما بنشتغل مع طفل صغير بدنا نحاول ندخل اللعب شوي بالقصه، ندخل طريقه يقدر هو يتقبلها ويلاقي انها ممتعه، وبنفس الوقت نعرفه انه هو عنده هي المشكله باسلوب مبسط. هلا كنتي عم تساليني كيف نحن بنأهل. مثل ما قلت لك اول شيء نحن بندرس حاله الشخص الاجتماعيه، بندرس حالته الطبيه، بنساله كيف صارت معه التأتأة، في حدا بالعائله معه التأتأة، بندرس العامل الوراثي، بندرس كل هدول العوامل. بعدين نحن بناخذ عينه كلاميه، يعني نحن عينه عفويه او مقصوده، يعني بنحكي مع الشخص فبنلاحظ كيف عم بيتأتأ وبناخذ عينه مقصوده مثل نخليه يقرا شيء معين. فنحن يعني اذا بدي افصل لك اكثر، نحن بنحسب قديش هو بكرر التأتأة، قديش تكرار هي التأتأة بهي العينه بحسب عدد الكلمات. فنحن بنشوف اذا نحن عندنا 10% من تكرار التأتأة فهو دخل بحيز التأتأة يلي بدها تأهيل. لأن في كثير أشخاص هن بحديثهم العادي ممكن يدخلوا، يعني مو إنه يتأتأوا يكون ما عندهم طلاقة، فنحن هي ما بنحسبها تأتأة لحتى نحسب نسبة تكرار الكلمات وقديش مدة الإطالة وقديش عنده مظاهر ثانوية للتأتأة. يعني إذا عندنا نحن 5 مظاهر للتأتأة فنحن كيف يعني مظاهر ثانوية؟ يعني مثلا في أشخاص هن عم يتأتأوا بيرمشوا بعيونهم، بيشدوا بإيديهم، بيعضوا إيديهم، هي المظاهر الثانوية بتدخل بنحن كمان إنه نحسبها لما بنشوف شخص لحتى نقدر هو فعلا عنده تأتأة بحاجة لتأهيل أو لا.
اكيد، بس ما حكينا على الاجهزه الالكترونيه طبعا. حديثا فاتت هي بالعلاج، خلينا نحكي عن هاي النقطه. تمام، هلا هي تقريبا عم تتطور، بس هي مو حديثا، هي لها فتره منيحه. انه نحن في عنا مثلا دخلت الحواسيب على هذا الموضوع، انه مثلا نحن حتى هلا في ابلكيشنات، نحن انا بس يجي لعندي شاب انا بقول له نزل هذا الابلكيشن اللي هو تطبيق انه بيساعد بموضوع التأتأة، اللي هو لحتى نبسطه شوي، مثلا بحط سماعات الشخص وبيحكي عينه كلاميه، فهذا البرنامج بيعيد العينه ببطء معين لحتى يدرب الشخص انه يسمع كلامه ويتكلم بنفس البطء ويلاحظ شو التأتأة اللي عنده. فهي صارت كثير متاحه وكثير سهله اكثر من قبل، انه صار في كثير ابلكيشنات ممكن الشخص ينزلها لهذا الموضوع. نعم، يمكن نقطة مهمة حكيناها وأنت نوهت عليها، دائما على صغر هو أفضل العلاج، دائما كل شيء على صغر بيتشربه الطفل. في كتير أهالي تجاهلوا الموضوع وما عالجوا أطفالهم، صار مشكلة بالمدرسة على كبر حتى صاروا شابات وشباب، ولا يتعالجوا بهذا العمر. يعني العلاج ممكن بهذا العمر واصعب شوي بيكون، ولكن انه بياخذ نتيجه مثل ما هو صغير. تمام، هلا اول شيء بدنا نحكي نقطه، انه نحن من عمر الولاده، من عمر الكلام، خلينا نقول من السنه تقريبا للست سنوات، بيكون احيانا الطفل بيمرق بمرحله اسمها عدم طلاقه كلاميه، يعني هو ما بيكون متأتئ، بس بيكون من عم يتعلم مفردات جديده وعنده كميه كبيره من الكلام بده يحكيه، فبصير عنده شيء شبيه بالتأتأة بنقول له عدم طلاقه. فنحن بالحساب اللي قلت لكم اياه من قبل، اذا انا طفل تحت الست سنوات صارت عنده هي الشغله، بحط بشوف انا قديش مده تكراره، قديش عنده مظاهر ثانويه، في قصه وراثيه بتابعه، بس انا بفضل انه بنبلش تقريبا نحسبها تأتأة بعد الست سنوات، بس نحن مو معناته ما بنبلش معها قبل، بنبلش، بس نحن ما بنقدر نقول انها تأتأة لبعد الست سنوات قبل، بنسميها عدم طلاقه كلاميه. هلا اذا شخص على مثلا، كثير بيجي اشخاص اهلهم مثلا عمره 25 سنه، فمن 25 سنه الاهل مثلا كثير اهل ما كانوا يهتموا بهذا الموضوع، فبيقولوا انه، فبيجي لعندي بيقول لي انه انا ما من قبل ما حدا اشتغل معي. طيب هلا هي شغله انه مثل ما قلنا كل ما بلشنا من الصغر احسن، بس كمان احيانا العمل مع شخص بالغ بيكون شوي محدد اكثر، فهو اسهل شوي، انت انه بتقدري تعطيه تمارين محدده، بتقدري مثلا تكوني مباشره معه، وكل شيء حتى لو على كبر هو قابل للتاهيل. بس كثير بهم، انا بدي اقول بهي الشغله بموضوع التأتأة بالذات، اهم شغله هي الصبر، لانه هو الموضوع مرتبط بحاله نفسيه وفي انتكاسات. يعني احيانا بيكون في شخص اشتغل على حاله واخذنا كميه كبيره من الجلسات وفعلا حديثه صار في طلاقه بنسبه كثير اكبر من قبل، بس بتصير معه حاله نفسيه، سواء حاله وفاه او مثلا صدمه عاطفيه او اي شيء، فهو بصير معه انتكاسه كبيره بالكلام، فهو بيصير بيحبط، فانه انا اخذت جلسات وصرت منيح ورجعت انتكست، فانا ما عاد بدي، معناتها هي الشغله مو ظابطه. لا، نحن من الانتكاسات ممكن انه نحن مجرد ما طلعنا من الحاله النفسيه اللي نحن فيها نقدر نرجع نتملك المهارات اللي اخذناها وقت تدربنا على تاهيل التأتأة ونرجع نمسكها. فكثير مهم انه نحن نكون صبورين وما نيأس من هذا الموضوع، ونطول بالنا انه نحن موضوع التأتأة ما بيخلص بجلسه وجلستين. يعني احيانا بيجوا اهل بيقولوا لي اخذته ثلاث جلسات وما تحسنت مثلا. طبعا. فهو الموضوع كثير بده صبر وكثير بده تعاون من الاهل بالبيت، هي نقطه كثير اساسيه. يعني الاهل اذا ما اشتغلوا معنا بالبيت، هي نقطة، يعني لو أنا طولت عليكم بالكلام لازم لكم إياها، أنه الأهل لازم يعطوا الطفل فرصة بالكلام. أكيد، خصوصي إذا عنده تأتأة. يعني مثلا بيجي أحيانا طفل بده يقول لأمه شغلة وهو عنده تأتأة، فبده يطول ليقولها، والأم عرفانة شو بده، يعني هو مثلا جاي يقول لها كاسة مي، هي عرفانة شو بده، فبيجي بده يحكي، بده يقول لها، بتقول له إيه بدها كاسة مي خود، فهون هي قطعت له كل فرص الكلام. ما خليته يعني يعبر. لا تمام. فنحن بالختام تعطي فرصته لا تمام، وطول بالنا عليه قد ما طول بالكلام مشان يعرف ويرجع يحكي مثل عادة. وشكرا لك، شكرا لوجودك معنا. يعني نحن داهمنا الوقت، ولكن حديث جدا مهم وحيكون لنا وقفات تانية لتفاصيل بهذا الموضوع. نتشكر وجودك معنا ضيفتنا المميزة، شكرا لك.